احنا فريق ارتيزنز. ارتيزنز متكون من مين؟ ولاء حامد الليدر بتاعنا، الباشن بتاعها بيرنتنج وكيدز، وهدى يونس فيلم ميكنج، ونهى محمود كوكينج، ومها عادل ارت، وانا كروشيه. طب دي كان اول اجتماع لينا خالص، اول ما عرفنا ان احنا مع بعض اتجمعنا وقلنا ايه ده، احنا تيم واحد ولازم نبقى نتصور اول صوره بقى كده. عملنا بقى البرين ستورمينج، احنا طبعا خمس باشنز مختلفه خالص عن بعض، واحده كروشيه ما لهاش حاجه يعني المفروض تتعامل معاها، وفيلم ميكنج حاجه كبيره قوي، وكوكينج وبيرنتنج ويجتس. عملنا بقى عملنا البوزيشننج والبراكتسنج مع بعض، احنا مشينا على نفس الستيجز والاستراتيجيز بتاعت هاني. اول حاجه عملنا براكتسنج، احنا اوريدي كان في براكتسنج كان حاصل، يعني كل واحده فيه كان شغاله على الباشن بتاعتها. واول خطوه عملتها عشان انا كنت عامله فيسبوك بيج عملتها، بعدين بقى جمعنا كل الحاجات ديت، طلعت الفكره ان احنا مع الكيدز ازاي نعلم الكروشيه للكيدز، نعمل العاب للاطفال بالكيدز مع الكيدز، وفيلم ميكنج ازاي هدى تعمل مع الاطفال، تطلع فكره تطلع سكريبت مع نفسهم، وطبعا المبدعه نهى والكوكينج والكوكيز بتاعتها وكب كيكس وازاي ديزاين الكيك بتاعها، وطبعا الليدر بتاعنا ولاء اديت سيجن كامله عن مع الاطفال ازاي تتعامل مع كل حاجه بقى في كذا حاجه كذا موضوع هي اتكلمت فيه. عملنا براكتسنج طبعا مها، سوري مش ما كانش عنها، مها كانت الباشن بتاعها ارت، فالارت واسع جدا، فمنها ممكن تعمل اكسسوارز، ممكن تعمل خط العربي والحاجات كتيره قوي، ممكن والرسم وهاند كرافت وحاجات كتير. فمن ضمن الحاجات احنا قلنا ايه، خلاص احنا في الاول يبقى اول اسبوع بالنسبه لنا ان احنا نبراكتس الحاجه ونعمل بوزيشننج للي احنا عايزينه. فطلعت بقى ايه الكب كيكس بتاعت نهى، واللعب الصغيره بالكروشيه، بالكروشيه، لعب الاطفال بالكروشيه. طيب احنا خلاص كده اتفقنا ان احنا هنعمل ايفنت ان احنا يكون لينا ازاي نعلم الاطفال كروشيه، ازاي نعمل او نعمل معاهم لعب صغيره، هدى تعمل ازاي تبقى يعني حاجه مبسطه، ازاي يعملوا فيلم ميكنج، ازاي يعملوا سكريبت، ازاي يصوروا حاجه كده. مها كانت بتعمل اللي هي الاكسسوارز والحاجات اللي هي الارت بالهاند كرافتس والاكسسوارز يعني، وطبعا نهى كانت الكب كيكس والتزيين والالوان مع الاطفال كان شيء جميل يعني، وطبعا ولاء كانت ودي كانت الصفحه بتاعتنا. عملنا اول حاجه زي بي ماركتنج، البي ماركتنج ده كان بالنتوركينج اللي احنا عملناه، ما تكلفناش يعتبر، كان في فندق نوفاتيل، كان في ايفنت احنا في ظهرك، كانوا عاملين الايفنت ده كان اسمه احنا في ظهرك في نوفاتيل. طيب هو يوم الايفنت ده الاول ابتدى، جت منين الحكايه؟ احنا بالنتوركينج والمعارف وكده، لان احنا لسه ناس جديده مش معروفين في السوق، لازم ندور على حد نبتدي بيه بس كده يتعرف اسم ارتيزنز وتتعرف الفكره اصلا ايه. فدورنا لقيت الايفنت ده بتاع حد اعرفه يعني، فكلمنا وطب اوكي نقدر نحضر، طب هو المكان لازم بيدفع له فيز، طيب بشكل اخر باستخدام السكيلز برضه تانية يعني مش هنعتبرها في الباشون النتوركينج طب نجيب حد ياخد المكان وانتوا تيجوا فور فري. فانا عملنا ماركتنج فور فري في مكان الايفنت اسمه احنا في ظهرك، عامله دكتور وناس جايه من بره، اي مستشفى في اكتوبر اسمها نيورو سباين، وكان الدكتور جوه عنده ايفنت، وبره الجاردن بتاعه الاوتيل كان معمول ايفنت للاطفال، في اكتر من مكان جايين بيعرضوا، في حضانه تانية كانت موجوده، وفي مدرسه جايه تعمل اعلان عن نفسها، واحنا كنا موجودين. فالجميل في الموضوع ان احنا خرجنا من الموضوع ده مش بس ان الناس عرفتنا، احنا طلعنا يعني بطلبين، طلبنا في مكانين اللي هم الحضانه نفسها اللي عندها ناس بتاعتها بتعمل الحاجات، قالت لنا انتوا شغلكم مختلف والولاد معاكم انبسطوا جدا، فلا عايزين نعمل تريب وهنروح ان شاء الله، بنتفق دلوقتي عليها ان احنا خلال الفتره اللي جايه هننظم تريب في مكان والولاد يلعبوا ويعملوا معانا الاكتيفيتيز بشكلها المختلف، وانا كولاء هيبقى الدور بتاعي بيرنتي. عندنا كمان مدرسه اللي هي اسمها ثمار، طالبيننا برضو يوم لوحدنا هناك عندهم في المكان، ويعملوا هم بيعملوا سمر كامب، فده هيبقى يعني اعلان للسمر كامب، عشان لو الناس يعني عجبهم الموضوع هيبقى كورس في السمر كامب عندها.
للجروب كلها يعني. فده يعني ماركتنج، احنا ما دفعناش وخرجنا باتنين امباكت حلو يعني، ده اهم حاجه. زي ما انتم شايفين طبعا ده يعني ناس، كان اهم حاجه موضوع اكتر حاجه عجبتني ان الولاد كانوا مبسوطين قوي بحركه الديكوريشنز وانهم يعملوا حاجه بايديهم. هي فكره ان الولاد يعملوا حاجات بايديهم دي، الكروشيه مش سهل خالص ان الولاد الصغيرين يتعلموه، مع ذلك كانوا مبسوطين جدا. ليه؟ لان هي عامله بشكل مختلف، انجي عامله لعب يعني، مش لعب واكسسوارز، مش اكسسوارز بالمعنى يعني، مثلا حاجات للبنات، حاجات ساعات، حاجات كده يقدروا يستخدموها بشكل عام، مش بس انها تتعلم كروشيه تعمل بيه الحاجات التقليديه يعني. فكانت افكارها جديده ومختلفه. هو ده الولاد لعبوا معاها لعب حلو جدا وانبسطوا جدا، لان هي استخدمت فكره الفيلم ميكنج في يعني، ادتهم صوره مختصره كده عن صناعه الفيلم بشكل عام، ويعني ايه حوار، يعني ايه سيناريو، ومثلوا وقاموا لعبوا معاها وكانوا مبسوطين جدا مع هدى. مها طبعا كانت عامله معاهم ساعتها الخط العربي يوم الايفنت، وكان في تصوير من قناتين يوم الايفنت ده، كان فيه ميديا كفرج من قناه النهار وقناه العاصمه، او برنامج العاصمه في قناه ثانيه مش فاكره، واتعرضت المفروض الموضوع في التلفزيون، بس احنا اللي ما لحقناش الميعاد. ايه تاني؟ بعد كده اتفقنا مع مكان تاني برضو حضانه برضو بالنتوركينج والصحاب، عملنا عندهم الكورس بتاعنا كلنا وطلعنا منه بالبروفيتس بتاعتنا. وفي ديل تاني الدفع بس لسه هيتنفذ يوم 27/5 في نادي دريم لاند، علشان ده هيبقى ان شاء الله افتتاح تجريبي للاكاديمي هناك، هتبقى للاطفال. هيتقدم فيها انشطه مختلفه، نفس الفكره اللي هي بتجمع الاهالي باولادهم والاولاد في وقت المنفصل، يعني حاجات تخدم الاولاد لوحدهم، حاجات البيرنتس لوحدهم، وبعدين انشطه مشتركه بين البيرنتس والاولاد. فان شاء الله والجروب الطلب انه ان شاء الله ودفعت الفلوس علشان ان شاء الله يعملوا يوم الايفنت الافتتاحي ده كدعايه للمكان واعلان الكورس اللي هم هيقدموه فيه از كورس بقى لونج تيرم في السمر كامب ان شاء الله. حابين نقول بس فكره ارتيزنز جت منين. فكره الاسم هي ان يعني بمعنى اللي هو اي حد بيعرف يعمل اي حاجه بابداع بايديه، يعني لازم نستخدم ايدينا عشان ونبدع في طريقه عمل الحاجه. طبعا احنا البروفيتس بتاعتنا قليله، بس يعني ويوب احنا ما لحقناش. بس هو التارجت بتاعنا زي ما احنا قلنا ان هو مش اللي اتباع، هي سيرفيس يعني، هو الحضانه اللي دفعت لكم، الحضانه والايفنت اللي هيتنفذ يوم 27 في نادي دريم. الكوستس بتاعتنا ليه قليله؟ لان احنا اوريدي الحضانه هي اللي دفعت كوستس تكلفه العمايل للحاجات. بس ودريم نفس ودريم برضه هيدفعوا هم التكلفه، احنا بس يعني دي الفيز اللي هناخدها، ده النت بروفيت يعني، الناس اللي هتاخد في ايديها النت بروفيت المبلغ ان شاء الله يعني. هو بصراحه احلى حاجه في المشن كلها ان احنا كل واحد اشتغل على نفسه وعملوا صفحاتهم وابتدينا ننزل عليها حاجات ومشن واشتغلنا على نفسنا يعني. لا كملي شايفه احد اسباب نجاحه التعاون، اكبر الاسباب ان كلنا كنا جروب متفقين دايما على معظم الحاجات. احنا عملنا بعد ما يعني الاول برين ستورمنج، نرجع ورا شويه، احنا يوم الميشن لما عرفنا ان احنا الفريق بتاعنا احنا مين، قعدنا برده اتفقنا هنا، وبعدين عملنا جروب على الواتساب بقينا نتكلم عليه، لان اشغلنا والحقيقه مش احنا قريبين من بعض بس ما اتقابلناش كتير يعني. اتقابلنا بعدها تاني يوم الميتنج اللي جه بعدها واتفقنا هنعمل ايه، اختيار الفيلد بتاع الكاتيجوري بتاع الاطفال، لان يعني هم عشان نجمع الباشنز بتاعتنا كلنا، لان كل واحد فينا في حته شكل يعني، مش سهل انك تدخل فيلم ميكنج على كروشيه على كوكينج، كلها حاجات من حتت مختلفه. فده كانت يعني ان احنا برضو نشتغل على الاطفال هم، وانا كمان البيرنتينج والكيدز، فده كان ان احنا نتجمع ليه في يعني نعمل حاجه تجمعنا مع بعض. كنت بتدي كورسات للبيرنتس؟ البيرنتس ده في دريم، ده الاتفاق اللي في وسمار ان شاء الله برضو ان هم عايزين بيرنت، هتدي كورسات بيرنتس في دريم بيرنتنج. اوريدي انا اوريدي بحضر منهج في الايفنت، والمكان ده كان كيدز في الاوتيل، كان تايم مانجمنت بس طبعا بشكل صغير قوي لان الاولاد كانوا صغنطتين يعني، بسطنا الفكره وكلام عن الوقت وكلام. من اكبر حاجات ساعدت انه يحصل كده فليكسبيليتي في الايدياز، فليكسبيليتي لان انت كنت ماشي بخط يعني سبحان الله، احنا كنا مبتدئين بحاجه معينه منها
ان انا مثلا من اكبر الحاجات اللي اتغيرت في الشيفت ان انا مثلا كنت حامل فيلم ميكنج وكنا بنفكر في فيلم وسيناريو ونمثل ودخلنا في الحوار ده وكنا عاوزين نستخدمها كماركتينج، بس احنا لقينا ان انا كماركتينج احنا ماشيين مش اونلاين زي بقيه الناس، احنا ماشيين اصلا اوفلاين والموضوع مشي. فحسيت ان الماركتينج دلوقتي اتسوست اوف تايم، بس هو قدام يعني. حتى اقول انا عندي كميه ماتيريال يعني يتعمل منها حاجات خرافيه، فهنستخدمها قدام ان شاء الله. وفي تاني حاجه ان بصراحه يعني ودي كانت ولاء فيها جدا، هي اللي زقتني على الفيلم ميكنج للاطفال، لان انا كمان ما كنتش متخيله ان اتعامل مع سن صغير وانا في حياتي مفيش اطفال، في العيله مفيش اطفال. هو الشهر ده سبحان الله كميه الاطفال اللي دخلت حياتي عائليا وغير عائليا، يعني مش عاوز اقول لكم انا يوم الحضانه صوتي مبحوح، انا روحت ولا يعلم علي يقول لي لسه عاوزين نكمل الساعه 4 الحضانه بتقفل يعني. بس بصراحه يعني انا فاكره ان يوم التيم كان معايا عدد رهيب من الاطفال باعمار مختلفه، بما 3 سنين ل 8 او 9 سنين، 3 سنين ده بتعملي معاه ايه؟ فسبحان الله يعني كان معانا حد بيصور اللي هي لو تسمعوا عن سلمى بتاعت بنات واولاد، كانت قاعده معانا والمصور بتاعها قاعد معانا، فانا قاعده بتعامل معاهم ومع يعني ديفرنت تايبس اوف كيدز بديفرنت مينتاليتي بكل حاجه كده فيست. طريف الموضوع ان لقيت الاطفال بيسمعوا لك حتى على اعمارهم. وتاني حاجه ان انا فتحت شويه الرول، يعني مثلا المصور بيعمل ايه، بيبقى ماسك الكاميرا، المخرج بيعمل ايه، 1 2 3 اكشن. فلما قعدوا يلعبوا ويصوروا المصور اداني فيري جود ادفايس. هو في الاخر راح قال ايه لما كانوا بيجوا مع المشهد، لان كان نص ساعه، انت المفروض تعمل الكلام ده في نص ساعه بالظبط واول مره بقى. فقال لي كلمه، قال لي بصي انت احكميهم بمشهد واحد. حتى هو جه راح قال لي احنا نعمل، احنا في الاوتوبيس وسجاير ومش عارفه ايه وسجاير مضره فنرميها، وابتدوا يصوروا الكلام ده. لما رحت الحضانه فرق معايا ان انا كنت رحت مرتبه، طب انا هتعامل يعني انا في كورس فيلم ميكنج، عشان تعمليه لواحد كبير بيقعد 3 شهور، لو هتعمليه اللي كنت بفكر فيه لسن 10 سنين هياخد وركشوب قول بتاع اسبوع، هبقى مرتبه حاجه معينه وهبقى انا بساعده في التصوير بس عشان يفهم الكونسبت، ومش محتاج يفهم a lot of technicalities. طب انت هتعمل ايه مع 8 سنين او 5 سنين؟ فسبحان الله انا جات لي فكره ساعتها ان انا استخدم حاجه واحده بس عشان تقدر تعملها، اللي هي ستوري بوردنج. ستوري بوردنج انت اصلا دي المين ايديا بتاعت الفيلم. هو الطفل اصلا بيعمل فيلم ميكنج لوحده، هو كل حاجه عنده مصوره، لما بيجي يبص على المجلات هي اصلا مصوره. فقلت انا هعمل له ستوري بوردنج، واصلا كلهم مش محتاجين يفهموا قصه الاستوري، هم عندهم خيالهم واسع، بس الفكره كلها انا بكلم كل واحد على يومه. فقعدت كل واحد انا رسمت لهم مربعات، ارسم انت عملت ايه من الصبح لغايه النهارده. ففي الكادر ده انا ماما بتصحيني من السرير، في الكادر ده انا بغسل سناني وبتوضى، في الكادر ده انا بصلي. بعد كده صورنا كل الفلكسبيليتي بقى كانت في الموضوع كمان، ان احنا ايه جوه بقيه الحاجات يعني. ده كان الفيلم التشالنج لان هي كانت مختلفه، الفكره جديده، بس بقيه الحاجات كانت بتخدم عليكي، لان انت بتعملي الارت بيخش يعمل بايده الفانوس، بيعمل بايده الكب كيكس، بيعمل بايده كل حاجه. اتس اول اباوت فيجوال اند ارت. فيعني وبرضه احب اشكر حد مهم جدا، محمد عباس، لان هو قال لي كلمه في اخر ميتنج كنت هنا، هوت قال لي استخدمي وات يو هاف ات يور بيست ات ذس مومنت. فيعني انا فانا ما كنتش باصه بقى لا انا عاوز اعمل حاجه واو اعلى من كده هوت واضيع وقتي فيها، لا انا كنت ببص على الخادم فيه. دول حاجتين صغننين لاولاد حضرتك. شكرا شكرا الليسن ليرن من الميشن دي اللي انا حسيتها جدا هو النتوركينج. لو حد عايز يعمل انجاز سريع، نتوركينج از ذا بيست سيكريت. يعني هم عملوا نتوركينج عشان يعملوا فري ماركتنج، ومن وجوه الايفنت عملوا نتوركينج عشان ياخدوا كذا ديل. فهم لما كانوا مضغوطين في الوقت فكروا في حل النتوركينج، فده ليسن لينا كلنا. لو محتاج انجاز سريع النتوركينج اهم حاجه. عشان كده لما بنقول لكم لما بتيجوا الكلاب ميتينجز وتبقوا ديتيرمنت انتوا عايزين تاخدوا ايه من الميتنج ده، محتاجين ايه عشان تتنقلوا خطوه لقدام، بتلاقوا الفايده جوه الميتنج، بتلاقي اللي يساعدكم ويزقكم زقه لقدام. فدي مهمه جدا جدا فكره النتوركينج، فانتوا كويس انتوا ظهرتوها لينا جدا يعني، برافو عليكم.